مساء الخير. قوات إماراتية تنفذ عملية الرعد الأحمر على مركز قيادة للحوثيين في محافظة الحديدة، وذلك من خلال عملية برمائية. الولايات المتحدة تدشن اليوم سفارتها في القدس لتحقق الوعد المثير للجدل الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب، قتلى وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي وسط تظاهرات في غزة قبل ساعات من تدشين الولايات المتحدة للسفارة في القدس. الجامعة العربية تبحث قرار نقل سفارة أمريكا للقدس يوم الأربعاء المقبل على مستوى المندوبين الدائمين أنصار الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد للاحتفال بانتصار الإصلاح وحصول تحالف سائرون الذي يدعمه الصدر على عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات بحسب نتائج أولية غير رسمية. تتويج الفائزين بمبادرة صناع الأمل العربي في دبي هي المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتكريم أصحاب العطاء في العالم العربي.